لو الحكاية فيها إن فيتو هو اسمه جاي بكاش هو من هندوستان من الهند من دلهي تحديدا وده الفن بتاعه اسمه مينيتشر فن طيب الناس هنا بيجوا يشتروا فيه اقبال على بيع الشغل بتاعه في اقبال الناس يعني عليه بيشتروا كده No, this is no sell. This area, my shop, only for India is represented. My art is produced. Every people looking, ask what you do making. I told this painting is making natural color brush, but no selling that. يقدموا العروض بتاعتهم سواء الرسومات اللي هي المعلومات او الشال او الفن القنطة او النقش على الخشب او الشال اللي هي فن القصب ان احنا ازاي بنعمل الحرف بتاعتنا ديت وازاي انا بستخدم الاحجار في الرسم بتاعي والالوان اللي هو بيستخدم الالوان الطبيعية في امبارح كان في مكتبة مصر العامة واول يوم كان في الاهرامات واليوم التاني كانت تربية فنية كلية التربية الفنية استمتعت بالعرض هنا في زيارة في مصر استمتعت بالعرض هنا وزيارة في مصر Do you like visiting First is the depressing by Indian art and singing. I've been in the Rame, the museum, many people. هو استمتع جدا بزيارة الأهرامات والزيارة دي في متحف الطفل وشاهد الكثير من الناس كويسين جدا.